بس كنا عبد عادي نلبس شورت كيما العبيد مع نفسي اوتوماتيك مو باش تلقى تصاوري بروتيز باينه فيهم. انا نتلقى مثلا بشراكه بروتيز يقول لك اول حاجه عمل لي غلف فيلي بالموس وعملها هكا معنا في الشيب نتاع ساق بالحق تلقاها باش تبان ريال تبي تبان بالحق. عندي ميداي معناها ناخذها ميداي دور معناها 2018 3000 دينار التوله خديتها. عسلامة محمد سلام بوغلية 25 سنة انفلونسور اكس اتليت استاذ برشا حاجات حسير كل مرة نجرب في حاجة وما زلت قاعد نتعلم وما زلت نجرب في روحي. وقتها بالحق بالصدفة معناها اكثر حاجة نفتخر بها اني انا معناها عمري ما حاولتش نتشهر ولا ما حاولتش نعمل باد بوز مثلا خاطر اي عبد في الاخر باش يتعرف وبعديك بتجيب بريود باش يقعد هكا يعرفوا العباد هذوكم وبشوي بشوي بيجيوا عباد جدد. فما نتصور كلكم تعرفون فما عباد تعمل باد بوز باش تجيب عباد اخرين يجيو مع الاباز يسبوا بعدك يوليو عباد يتبعوا فيهم. فما اللي راه روحوا فيا فما اللي راني موتيفاسيون فما يتبع جوست عاجب الكونتينيو. حتى ما كانش شوا هو ما كانتش شوا اني انا باش نقص على لي كومبيتيسيون وقت اللي انا وقتها معناها وقت اللي قصيت انا شامبيون دافريك شامبيون داراب كلاسي 18 مونديال معناها مش قصيت وانا الحقيقه خاطر ما تشجعش الامور معناها ما عادش دوله ولا ما عادش كيفاش نسميها اما ما فهمش محافظات ما تلقاش روحك سيرتو معناها انا معناها ماكش نفس العمر نتاع 18 ans كي تجي تكون اتليت فول تايم معناها ماكش تعمل في شيء مش كيما تولي عمرك 23 و 24 تولي تقول هاي تهت خل نخدم وبعديك معناها ونولي معتمد كليا على روحي وبعديك تنرجع وحدي نصرف على روحي في سبور. نهار عيد ميلادي الاخراني التصويره هذه الاولى هو انا وذو معنا العبيد اللي دايرين بيا الكل وقتها بتتر كاني لهنا غربلت وفهمت شكون ما يدوم في البيت كان حجر عرفت. تعديت معنا عرفت عبيد في حياتي محليهم ويقفوا معك وتلقاهم ويلقاوك ويخليوك تغزر بطريقة باهية للعلاقات بصفة عامة وعبيد العكس معناها تعطي كونفيونس في عبد مثلا وتنفستي معاه وقت وكل شيء وكل شيء وبعديك يطلع ما يسحقش تتعلم منه درس معناها ما ركزتش فيهم معناها حتى صعوبات اللي صاروا لي في حياتي الحقيقة ما ركزتش فيهم مع العبيد ولا مع لي ريلاسيون نتاعي مع العبيد ركزت فيهم أكثر مع روحي الحقيقة ومع ذاتي كما نقولوا. تقول كنت أنا قاعد نغزر لحد لهنا كانوا بارييري تنحت وليت تشوف الغوي ايماج معناها تشوف الصوره الكبيره معناها على الاخر وساعات المشاكل تقول كنت عندك مشاكل هكا ومقلقتك كل شيء يطلع حكيت تافه وحكيت فارغ حتى تشوف مشاكل العباد مش باش تقزم منهم ولا حاجه ما ساعات خاطر يبين ذير معناها كنت غادي تشوف ساعات حكايه تافه معناها تكون انت ازمتك ومقلقتك نفسيا وموقفتك وتخلي في سوايع من نهارك وايامات من عمرك ومن شهرك يتعداو خايبين وقت اللي هما كيف تصيرلك صعوبات اكثر من هكا تولي تقول تي حكايه فارغه هذه معناها تفادليك. سينا ميساج نتاع طفله صغيره وقت كانت تطفى عليها مريضه بالكونسير جيت لها وقعدت وحديها وكل شيء وتو معنا نشوف فيها قاعدة تكبر وقاعدة تقدم ومعنا أما عندك تصوير ولد خالتي كرت عليه مرته وقالت له عندك ثقة فيا نص الليل في ألمانيا قال عندي ثقة أخي قرعت له راسه ولد خالتي 20 سنة مرته شو مقرع خلنا نفضحه. سكي سور نهار اخر كيفاش نبدا في معناها معرس وكل شيء مش نكون معرس بعبد ما عنديش ثقه في انه في انه معناها الحاجه باش يقولها لي فيها مصلحتي معناها. والله باهي سؤالك هذا على خاطر نجم نصلحوا به برشا حاجات. علاش خاطر نجم نصلحوا به برشا حاجات خاطر معناها ساعات نمشي للسنتر نتاع لابارياج نتاع ايفان صاحبي الكل تلقى مش 90% 100% واللي هي بالحق بيزار برشا مانيش فاهم شنو هي
الفازة وشنية عليش لعبية تخمم هكا. أنا نتلقى مثلا بشركة بروتيزي يقول لك أول حاجة عمل لي الغلف فيلي بال هو تيك الموس واحد الموس و... وعملها هكا معنا في الشيب متاع سيق بالحق تلقاها باش تبين ريال تبين بالحق انرجي باش تخرجها أنت على ولا باش توصلها أنت للعبيد على روحك هي اللي باش ترجع لك في الأخر. لازم يهمك كرتك أنت ولا نظرتك أنت لروحك هي اللي باش ترفليكتي نظرة العبيد عليك. كان كنت باش تشوف روحك نقص والعبيد باش تغزلك بطريقة هذيك ومتاع مسكين ويسخف ودرا شنو باش تبدا كونفيدنت وعندك ثقة في روحك وتاخذها معناها نتاع تشالنجك في حياتك وقاعد تعديت واللي برشا عبيد ما تعديوش باش تولي تبان باورفول العبيد باش تبان معناها بطريقة قوية برشا.